قالت والدة المخطوف في الدمام منذ 27 عاما نايف القرادي في أول تعليق لها بعد ظهور نتائج تحليل الدي إن إيه وعودة ولدها لها إن فرحتها لا توصف. وأضافت والدة نايف القرادي أنها لم تفرح مثل هذه الفرحة منذ زمن ولا يمكن لها أن تصف هذه الفرحة. وكانت قناة الإخبارية السعودية قد أعلنت في وقت سابق تطابق عينات فحص الدي إن إيه للشاب نايف المختطف الثالث المخطوف من مستشفى القطيف في عام 1414 هجرية مع والدته الشرعية. وكانت الشرطة قد أبلغت والدته الشرعية المقيمة في نجران حيث وصلت اليوم الأربعاء لاستكمال إجراءات الاستلام بعد التأكد من تطابق عينات الحمض النووي. وفي وقت سابق ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على 50 اختطفت أطفالا حديثي الولادة قبل نحو 20 عاما.